ابو سيد غالب. سيد غالب يعني تسأل تساؤلات مهمه جدا واريد تجاوبني باختصار لان على مود وقت البرنامج. تفضل سيد غالب. يعني البرلمان اثبت فشله في استجواب اي شخص، يعني في استجوابه لعادل عبد الملك اللي هو اضعف شخصيه كان، انه فشل في استجواب الكاظمي، فشل في استجواب. والسؤال انه يعني لماذا لم يتم سابقا استجواب رؤساء وزراء سابقا التي لما حصل في سبايكر، لما حصل لما هرب حوالي 500 داعشي والان رجعوا من جديد يقاتلون في العراق، لماذا لم يتم استجواب رئيس وزراء والماء الان قطع عن دياله وقطع سوا، وسابقا حوالي اكثر من 39 رافد مائي طمر بصبخة دولة جارة. أنا أقول بس لا يستضعفون الكاظم لأنه ضعيف ويستوجبوه ويطلعون شجاعتهم برأس هذا الضعيف. ليش ضعيف هو؟ ليش يتحمل السلطة؟ هو يتحمل مسؤولية، يتحمل مسؤولية 100%. لا 100% يتحمل مسؤولية، بس أنا لا أريد أشير إلى نقطة معينة. استجوابات المجلس النواب استجوابات فاشلة إلى الآن لم تؤدي إلى نتيجة نهائياً. ولكن أقول إلى أنه لهؤلاء الذين قتلوا المتظاهرين 800 واحد، ليش ما جاء صار استجواب لهم وهناك شهادات ظهرت بالأخير إلى أن قتلهم كان بأمر من رئاسات وزراء؟ لفهم شلون؟ فهذا الاستجواب لا يقدم ولا يؤخر، يعني من حقه يستجوب ولكن لا يقدم ولا يؤخر. شلون نخرج من هذه الأزمة سيد غالب؟ نخرج من هذه الأزمة بما يلي. أولاً إلى أنه على رئيس الوزراء أن يكون شجاعا ويقيم بعملية تغيير إداري كامل في داخل الوزارات بتغيير المفاصل الأساسية، وهو يعين هذه المفاصل وليس البرلمان ولا الأحزاب. اثنين، أن يكون هناك عقاب صارم، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: ولكم في حياة يا أولي الألباب. نعم. الذين تتم في الذين تثبت عليهم الجريمة يجب أن يأخذوا حقهم العادل بما في ذلك الإعدام، وإعدام 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 ما دام بالحق. وأعطيك جارنتي إذا صار هذا الشيء بعد ما يصير أبدا مثل هذه الأمور.